أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. عزيزي الطالب، في هذا الفيديو سأقوم بتوضيح الموضوعات التي سنقوم بدراستها في الأسبوع الخامس. ونستذكر يا عزيزي الطالب أن عنوان الوحدة الأولى هو فن المقال، والتي تتحدث عن مقالة بعنوان تكنولوجيا المعلومات، ومقالة بعنوان أصول اللياقة في التعامل مع الرسائل الإلكترونية. في هذه الوحدة نتعرف على مفهوم المقال، ونتعرف على عناصر المقالة وأجزاء المقالة. والآن يا عزيزي الطالب، سأقوم بتوضيح الأسبوع الخامس، ولكن قبل ذلك علينا أن نستذكر المفهوم الرئيسي والمفهوم المرتبط والسياق العالمي. المفهوم الرئيسي يا عزيزي الطالب هو الارتباط، والمفهوم ذات الصلة الغرض الزمان والمكان. السياق العالمي التطور العلمي والتقني. وأبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف، ذكر محتويات دروس الأسبوع الخامس والتفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سنتطرق إلى القاعدة النحوية بعنوان جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم يا عزيزي هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره عند الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. وهو مذكر طبعاً، أي خاص بجماعة الذكور، وسمي سالماً لأن مفرده سلم من التغيير عند جمعه. من الأمثلة على جمع المذكر السالم كأن نقول يا عزيزي الطالب فاز المجتهدون. نلاحظ أن مفرد الكلمة المجتهد بقي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير عندما أضفنا الواو والنون في الجمع. أيضاً من الأمثلة على ذلك هنأت المجتهدين، نرجو الخير للفلاحين، العاملون هم بناة الأوطان، مررت بالمعلمين. وبعد الانتهاء من القاعدة النحوية والتي بعنوان جمع المذكر السالم، لابد لنا أن نقوم بترسيخ هذه القاعدة. لذلك عزيزي الطالب سأقوم بإعطاء أوراق عمل تساعدك على فهم القاعدة وتطبيقها أكثر من خلال الإجابة على الأنشطة والمهمات الموجودة داخل أوراق العمل. وبعد ذلك يا عزيزي الطالب سنقوم بإجراء اختبار القراءة لدرس أصول اللياقة في التعامل مع الرسائل الإلكترونية، حيث سنقوم بقراءة أول فقرتين من الدرس. لذلك يا عزيزي الطالب عليك أن تتذكر وأن تنتبه أثناء القراءة إلى معايير القراءة الجهرية من حيث صحة القراءة، وأيضا أن تنتبه إلى السرعة والطلاقة أثناء القراءة، وأيضا إلى وضوح الصوت والقراءة المعبرة بالتأكيد. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الخامس. تذكر يا عزيزي الطالب أننا سنتطرق إلى القاعدة النحوية بعنوان جمع المذكر السالم، وسنقوم بتطبيق أوراق العمل، ويمكنك أن تعود إلى منصة المدرسة للاستفادة أكثر من الأنشطة الموجودة داخل درس جمع المذكر السالم، وأيضا ورقة العمل الخاصة بجمع المذكر السالم. وعليك أن تعود أيضا إلى الصفحة الخاصة باختبار القراءة لتتذكر المعايير التي قمت بذكرها والمعايير الأخرى التي يجب عليك أن اتباعها أثناء قراءة الدرس. ولا تنسى يا عزيزي الطالب أن عليك دائما الأخذ بنصوص المقالة
وبيان أنواعها وتحليلها من حيث المقدمة والعرض والخاتمة. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أعزائي وأحبائي الطلبة.